يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده عمارة ويريد أن يعطي زكاة ماله لأحد السكان في هذه العمارة بحيث يسقط عنه إيجار الشقة باعتبار أنها زكاة ماله، فهل يجوز ذلك العمل؟ لا، ما يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، ما يسقط الدين إيجارها وغيرها ويعتبر من الزكاة. الله جل وعلا قال وآتوا الزكاة، معنى آتوا أي ادفعوها وسلموها للمحتاج أو الجهة التي من أصناف أهل الزكاة. وإسقاط الدين لا يعتبر إيتاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ولا تعطيها من الزكاة علشان يسدد لك، تعطي الزكاة علشان يسدد لك الآجار، هذا لا يجوز ولا يبرئ ذمتك من الزكاة. نعم.